فوتو فوتو وين؟ هون كنت ثلاثة مع بعض على السريع حجزنا طاولتنا للشغل. أول شيء لما فتت على المطبخ بقت الورد بحطتها بمي مشان ما تخرب وبلشنا شغل. ألعب الشخص الذكي لازم يعرف كيف يقدم ثلاث مكونات بصحن واحد يكونوا متجانسين كشكل وكألوان وكطعم. بدي اقول للوجين انا عم بستنى هاللحظه انه اطبخ لها ببيتها بفارغ الصبر دغري. اول شيء باذنجان. محمود صاحب فكره الاطباق الثلاثه. حطيت الباذنجان على النار. بخشت. برافو عليك. شيف مارون جالي. شيف سلمى. شو الوصفه اللي انت عم تعمليها بثلاثي المقبلات؟ عامل بابا غنوج مع تويل سيسمي وتوميتو كافيار. حسيته اتضايق لما سمع بابا غنوج. الوصفه اللي عم تعمليها ما فيها كتير ابتكار. خلاص الدنيا سودت في وشي، ما استرجتش ان انا اقول لمحمود نغير الطبق. يلا يا جماعه. مرحبا شيف مهدي. انا حاجه الاولى لازم نبلش في المكرونز. هذا فيري سنسيتيف بليت. وبعدها نعمل المحمره. الطعمات مع بعضهم كلهم بيتماشوا برايك؟ يس. اكيد؟ يس. طيب التحدي هو كان كيف ادخل ذوق شمندر داخل المكرونز. هذا شمندر بيري. هذه فكره جديده انا بالنسبه لي. شايفك عم بتشتغل جزار لوبستر هلا. ايه والله يا شيف، اليوم انا عامل سيفيتشي سيباس وبقلبها لوبستر. سيباس رح اعمله فيري ثين سلايس مثل كرباتشو، رقم الكرباتشو. فكره حلوه، بس هيدي مش سيفيتشي. كيف الاوردر اللي عم تخدمه فيها؟ توقعنا انه نبلش اول شيء بالسيفيتشي بابا غنوج ومحمره بما انه فيها شويه حلاوه رح تكون بالاخير. انتبهوا شو بدي اجي قبل شوي. اوكي شيف. بدي اعمل بلوتين دو بولي فارسي ومعها اكومبانيي بيوري دو يقطين. هاي غوسيت لجورج، عم بغيرها على طريقتي. أهم شيء تنتبه للتقنيات اللي عم تستعمليها، طبخ الدجاج كيف عم بتقصي. أنا بدي أعمل صومو سوفيد، الجلدة تبعها عاملها كريستال بقلب الفرن. شيف جورج، هيدي تقنية كثير حلوة، لازم على طول تقليها بحرارة عالية فترة كثير قصيرة وترجع تنزل دغري على حرارة وطي. شيف مصطفى، شايفك عم تعمل كسلات الغنم. انا هعمل لحم الغنم سوفيد مع الكسكس ومخ بتاع الغنم. كيف رح تقولوا لنا ندوق؟ هياكلوا اول حاجه طبق شهرزات اللي هو الطبق الخفيف، بعد كده هيخش على طبق السمك، بعد كده هيخش على اللام اللي هو هيكون في السويت والصور مع بعض. شيف عمار، شو عم بتحضر؟ راح اعمل شوكليت كيك بدون دقيق، راح اعمل سولتد كراميل وكمان ايس كريم بالرازبيري. مين عطاك الوصفه؟ شيف سيرج. بلشت بأول خلطة بدي حضرها للنمورة بالتيراميسو. شيف سيرج، لما منقول تيراميسو يعني منفكر قهوة. رح يكون فيها نتفة قهوة. وين؟ بخلطة الماسكربونة. بخلطة الكريم بدك تحط قهوة؟ نعم. أنا ما كثير اقتنعت. من الأساس حضرت النمورة وسقيتها بالقطر. ما بقى عندي وقت إني أحضر وحدة تانية، فاكتفيت إني أحط القهوة بس بالكريمة. راح احضر تارت كريمة الليمون المفكك. لما بدك تجزئ حلا نوع اكل سيف ذو حدين، اذا ما عرفت جزئتها بطريقه ناجحه وذكيه فيها تجزئك لك بعدين. هذا تحدي كبير. باي تراتبيه انتم عم تقدموا اطباقكم؟ عمار سير بدي انا. لازم احضر بسكوت السبلي، رغوه الريحان، كريمه الليمون، جل التوت. ان شاء الله اوصل الرساله اللي انا براسي بصحني. صافي ساعة ونص بس سلمى. محمود أصغر، قصية قصية أرفع. ماشي، عملت زي ما هو عايز. ما في منها سلمى، نفذ لي طلباتي. هي كانت حابة تشتغل معنا. سلمى كثير انبسطت لي عملت معنا، لأنها شافت إن احنا كثير محترفين. عيشي هذه اللحظات التاريخية سلمى. ما فيك أسرعي. كثير تأخرنا. هرم أنا باكلها سوفيت. هو هيشتغل على السوفيت وأنا هشتغل على السوفيت. لا أنا هلا رامي. أنا لازم أرمي سوفيت. بس كون أنا مصطفى وما يحكي. يا ما تبلش تعمل لي حبيبي بدأ. أنا كده هتأخر. أنا هشتغل على 55 وهو هيشتغل على 45، درجة حرارة الوسط 50 يعني اللي ترضيه وترضيني. ما عادش بدي أوقف مرحلة الخطأ من ورا حدا. عملت على الحرارة اللي أنا بدي إياها. أنا في اليوم ده كنت عايز اعدي من الاسبوع السابع بس، فقلت هو يخلص وانا اشتغل. لا ده مخ معيزه، مش عارف هيعجبهم ولا لا، بس انا بحب المخ. المشكله كلها في لما بتعضه الطعم في بقك بيبقى ملزج. يا ريت لما نيجي نقدم الطبق ما حدش يقول مخ.
انا بعمله بريدنج بخبيه عشان ما حدش يعرف. الصفار كله احطه مره واحده. الصفار كله مره واحده والبياض مره واحده. بحكم انه عمار عم يشتغل كان على وصفه من وصفاتي، كنت دائما منتبه على التفاصيل اللي كان هو عم يشتغل عليها. هذه الخلطه اللي حضرها عمار انا بس عم بخلط له اياها لانه هو عم يحضر اساس البوزه. شباب ضل 50 دقيقه. لازم ماكسيموم نص ساعه تكون مخلصه. محمود ما ساعدنيش انا بس ساعد مهدي كمان. محمود تعال. هاي مشان شو انت؟ مشان المحمره؟ مهدي ما بيعرف يسوي محمره. لا لا مو هذا الروبوكوب البلند يعني عرفت البلندر؟ مش عاملة تويل ده من قبل كده؟ لا 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 مو هيك هقطع. بعديلي. أنا مش عايزاه يعمل حاجة. رح تقصي هيك. شوفي هي السماكة. أنا عايزة أشتغل في طبقي لوحدي. أوكي هيك. لسه مو خالصة طولي بالك. بدك تساويها ساوية. لا خلص. بدك كمان ساوية. في مواقف معينة بس كنت عشان أعدي اليوم على خير. على الليبرا مع المسطرة. كأنه قاعدين على مكتب وعم نشتغل نحن مش مطبخ وركض وطناجر. أنا 80% من الشغل جاهز يعني. أنا كمان. مهدي حبيبي ما عندي وقت حتى من ظرفي. أنت اليوم رح تدخل موسوعة جنس بهالمكرون اللي ساويته. هذا الطبق رح يدينا المطرح آخر. فاضل 15 دقيقة أنا لسه ما خلصتش توميتو كافيار. سمى وين طماطم صوص ورث؟ أي هذه الوصفة تبعي ماني حابة نقولها لأي واحد. مهدي عمل الكافيار. شباب صار لازم نسكر توليات آه؟ حرك. يلا افتلي شهرزاد. فيني يا شهرزاد شو فكر نفسك ألف ليلة وليلة أنت؟ شباب باقي دقيقة. كله محطوط بالعربايات. فينيشت. خمسة أربعة ثلاثة ما بعرف خطر ببالي الورود. جريت أخذت الوردة. هاتيهم. حملتهم بإيدي ورفعت إيدي هيك لفوق. حلوة يا عم نشرشر. أوف أمنت على الوردات. خلص وقت التحضير بمطبخ توب شيف، انتقلنا على غرفة الملابس، عم نلبس جاكيتاتنا السود تنتوجه على بيت لوجين عمران. جاهزين للانطلاق واكشن. وصلنا على بيت لوجين. شو بدنا نقول لك؟ بس اجت الفرصة انه اتعرف على لوجين عمران. اهلين حبينا نجيب لك هيك وردات. واضح انكم متحمسين على فكره. حاخذ عنك الورد اول شيء. اخذت الورود ورحت تحطهم هي. قام شو قلت لمهدي؟ شفت اشتغلت خطه. قلت لك معلم نزل الطق بإذنا بالظاهر انا عليت صوتي. بسمع كلامكم باي ذا واي. اوكي والله قويه هاللوجين. طيب حوريكم المطبخ. نسبة لعددنا مطبخ صغير. تسعة في مطبخ واحد ما بيمشي الحال. الضحكة هذه صارت. عندكم ساعة عشان تحضروا العشاء. حكون أنا والضيوف في انتظاركم. إن شاء الله كله على ذوقكم يكون. يلا تفضلوا انتشروا. سيرش حتى نفضي هون الأول. يلا. أنا فتحت ستيشن كامل وخلص أنا أسست من نفسي على المكان اللي أنا أشتغل فيه. في باص بليز. إذاك دغري بفوت بيفتح سيرفيس بالمطبخ. ما في مكان حتى أحط أنا. يعني ما بيحسب حساب لغيره. كنت جايب معي من المطبخ بيريه توت سمكته وحطته بالبراد. قصقصهم كلهم للكيكس وحطهم على صينيه وحطها بالبراد. لقد حضر الضيوف. هلو غريبه جايه على الموعد ما شاء الله. لحظه لانه في اكل ما جاي موعد لانه في اكل. حبيبي هلو. شمين ريحة الأكل بالله؟ اه مع بيع البيت. على فكرة هذا أول عشاء عندك في الجاردن. يس افتتاحية. شفتوا السيت اب اللي برا؟ مبين شيء كثير حلو. ايه. واو. لا ومش أي أحد يعني حيطبخ لنا الشيفز يعني. أنا جوعانة. أسيل التجريب يعني لقمة لقمة مش صحن صحن. مو أنظف الصحن ورا.